إن إحنا قدامنا شهر علشان نحول شخصية حضرتك من زيزي لشخصية تانية، يعني ما قدامناش وقت. بالظبط يا فندم، هو ده. إحنا محتاجين نخلي زيزي تبقى واحدة ست لا يعني ست حنينة رقيقة بتحس. لا هو كل ده موجود طبعا، يعني والله هو كل ده جواها انا لمسته بنفسي، بس قصدي احنا محتاجين بقى حضرتك تساعدنا ان احنا نطلعه، يعني زي ما بيقولوا كده عندكم تطلعوا المكنون تظهروه. حد قال حضرتك تجيب سيرة المكنون؟